منظمة السلام الأخضر غرين بيس تقول إن قوات الأمن الداخلي الروسية تحتجز 29 من نشطاء هذه المنظمة المدافعة عن البيئة على متن سفينتهم سان رايز في بحر بارنتس في القطب الشمالي استنادا إلى فايزة أول حسن إحدى النشطات المحتجزات. الاحتجاز جاء بعد محاولة النشطاء اقتحام منصة نفطية بحرية روسية تابعة لشركة غازبروم في محاولة منهم للتحسيس بخطورة استخراج النفط في هذه المنطقة التي يعتبرونها حساسة من حيث توازنها البيئي. مدير منظمة السلام الأخضر لمنطقة أستراليا والمحيط الهادي يستنكر تجاهل القنصلية الروسية في العاصمة الأسترالية سيدني مطالبه بالإفراج عن النشطاء متعددي الجنسيات الذين يوجد ضمنهم أستراليون. وفيما احتج نشطاء أمام قنصلية روسيا في العاصمة الأسترالية سيدني على حادث احتجاز سفينة السلام الأخضر، تواصل شركة غازبروم التنقيب عن النفط في عمق مياه القطب الشمالي في جهة روسيا بغرض الشروع في الإنتاج العام المقبل.